بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم الخميس 7 ماي 2020، يعني قمت بواحد الزيارة للمركزي ديال بني فراسن وولاد الزباير. وهذه الزيارة داخلة في إطار ديك الزيارات اللي تقوم بها المندوبية في هذه المرحلة هذه ديال الوباء ديال كوفيد 19، واللي هنا كنتفقدوا يعني العصير العادي بالمؤسسات الصحيه ديالنا، وكذلك يعني هي زياره كتكون مناسبه لنا باش كنحسوهم يعني بالضروره ديال يعني اتخاذ الحيطه والحذر في هذه المرحله ديال الحساسه اللي كتمر بها بلادنا، يعني في المرحله ديال محاربه الوباء ديال كوفيد، واللي الحمد لله يعني كنلقاو الطاقم الصحي بالاطباء والممرضين والاعوان ديالهم يعني تيقوموا بالواجب ديالهم في عين المكان من تحسيس للساكنه، وكذلك يعني رفع الحيطه والحذر من اجل يعني البحث عن الحالات اللي تقدر تكون محتمله في عين المكان والتعامل معها والتنسيق مع فرقه التدخل السريع الاقليميه. اذا هاد النهار هذا كيف قلت كانوا عندنا جوج محطات ولاد الزباير وبني فراسن، يعني خصنا نزيدوا من الحيطه والحذر باش نقدروا يعني نخرجوا بالحالات المحتمله ونقدروا البلاد ديالنا من هذا الوباء هذا. كان زياره البني ولاد الزباير يعني اختارينا واحد الفضاء اللي نقدروا نستعملوه يعني لاجراء اخذ بعض العينات المخبريه المحتمله. بني فراسن كذلك هنا المركز الصحي كيمكن له يلعب تا هو هذا الدور هذا، وكانوا عندنا بزاف ديال الاعتبارات كذلك. حنا كنعرفوا هذه المنطقه هذه كاين واحد مجموعه من العمال اللي كيتواجدوا في مجموعه من المدن المغربيه اللي فيها بحال على غير بعض المدن اللي فيها الوباء، وخفنا مشي يكون يعني احد العمال اللي يكون جاي يعني يفضل هذا الحظر هذا يكون حامل للوباء، وبالتالي يعني حنا نكونوا ما دايرينش الاحتياطات ديالنا في عين المكان. اذا هذه الزياره جات في هذا الاطار هذا باش كنحسوا يعني الطاقم الطبي والفرق الطبيه والصحيه اللي عندنا هنا بهذا المشكل هذا. لحد الان الحمد لله الوضعيه يعني الوبائيه في هذه المنطقه في الجماعات هذو هي مطمئنه جدا. فرق طبيه وصحيه يعني واخدين الحيطه والحذر ديالهم وكينسقوا معنا عن قرب، وما احنا مطمئنين من هذه الجهه هذه. كذلك هاد الزيارات هذو حنا كيف كتشوفوا حنا معنا واحد الفريق متكامل، معنا السيد القائد، معنا الفريق ديال الديليغاسيون ميديكال ميليتير ديال الرباط، معنا يعني الناس هذا، وهادشي جا تنفيذا للتعليمات الساميه لسيدنا الله ينصرو، لان حنا هاد المرحله حساس الوباء ما خصناش، وبالتالي حنا اي حاجه يعني غادي تقيس هذا خصنا نوقفوا كاملين ونواجهوها في صف واحد ان شاء الله بحول الله. وكذلك انا كنشوف بان يعني التعليمات اللي كتامر بها السلطات الاقليميه ولا المحليه يعني محترمه في المنطقه، يعني من الناس واخدين الحيطه والحذر، كاين التباعد، كاين داك كيعملوا داك الكمامات ديالهم داك لي ماس شيروجيكو. يعني حنا دزنا غير صدفه هنايا لقينا بان كل شيء تقريبا داير الكمامه ديالو، والحمد لله نتمناو ان شاء الله ندوزو مع مادة دو. وبهذه المناسبة يعني كنجددها كذلك، يعني هذه مناسبة كذلك للناس اللي كيسمعنا من هذا المنبر هذا، باش يزيدوا في الحيطة والحذر ويطبقوا التعليمات اللي صدرها عن السلطة الإقليمية وعن السلطة يعني المحلية. وكذلك يعني الناس ديال لا جوندارميري تما كذلك مشكورين لان قايمين بواحد الواجب ديالهم في البراج في ذاك الحواجز ديالهم، زعما كنشكركم بزاف. وكيقوموا بالدور ديالهم بالتنسيق مع الدكتور مع الميسان شيف ديال بني فراسن، وشكرا للجميع.